ازيكم يا مواليد برج الحمل، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحمل ليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024، هتبتدي تحس ان في شخص عنده نوايا مش حلوه بالنسبه ليك، هيبقى في غريزتك وهتبقى دي احساس في محله، هتبقى انت اكتر مشاركه لمشاعرك بشكل احسن، مش هتتردد في انك تطرح الاسئله المحتمله، هتلاقي نفسك منطلق بتسامح كبير مع الاشخاص اللي حواليك، وده هيبقى صارم جدا فانك ما تاخدش الرد ده بعين الاعتبار. عندك مساعدات كتير لازم تقدم فيها تنازلات، هتبذل جهد اضافي علشان تستغل هدوءك، انت عاطفي جدا وده مش هتقدر تتحكم من خلاله في الاماكن اللي انت بتروحها.